عايز اقول لكم كل ده تشكيل الترندات الموجوده عند الاخلاص يا جماعه، وبنبيع قطاعي سعر جمله لكل متابعين قناه يوميات 25 جنيه يا جماعه. والله كنت اقول ب 70 جنيه، ب 90 جنيه السلسله كلها 25 جنيه، ب 100 جنيه كل ده، ب 100 جنيه النهارده لسه محير ب 30 جنيه. اللي وصلوا على النبي كل ده النهارده معانا ب 100 جنيه. وست دي برده النهارده على 100 جنيه، 180 جنيه الوانه كلها حلوه ب 30 جنيه، كل ده على 30 جنيه. وينز ب 150 جنيه على 100 جنيه، تمام ب 100 جنيه. بينهم كل الجواكت المدرجه 170 من عدا البلوزه كام؟ ب 100 جنيه. 100 جنيه سيريهات ب 150 جنيه الدرس، كسبان 10 جنيه. قطعه الهاي ويست ب 100 جنيه، كل ده ب 100 جنيه. 150 مقاسات خاصه لسه ب 120 جنيه. اي هاي ويست هنا ب 100 جنيه. موجودين في القاهره العتبه شارع الجيش خلف مول سيبس مكتب الاخلاص. ولو بتتابعوني فيسبوك او تيك توك الفيديو ينزل لكم حالا على قناه يوميات مكه على اليوتيوب بكل العروض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا حماده؟ ازيك يا باشا؟ اخبارك؟ الاخبار الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، وربنا ينجحك ان شاء الله ونشرب الحاجه الساقعه باذن الله. هنبدا بيه معانا النهارده، هنبدا ان شاء الله بالتوبه ب 25 باذن الله النهارده. في شويه اسعار في الاخلاص يا ام سهل الحال، وعايزين ده ب 25 جنيه يا جماعه. تمام، التوب ب 25 اسود وابيض على 25 جنيه. الخامه النظيفه اسود وابيض، والسلسله كلها 25 جنيه اسود وابيض سكوبه. تمام بالقطع يا جماعه، وان شاء الله المدارس داخله علينا بجهز لكم الالوان بتاعت المدارس كلها باذن الله. باذن الله ب 30 جنيه العبايه الصغيره. تمام، درس محير ب 30 جنيه يا بلاش والله، ب 30 جنيه كل ده على 30 جنيه النهارده. وفي منها الاسود اساسي في الشنط، الاسود موجود على 30 جنيه. على 40 ولا 30؟ ب 30 جنيه. ب 30 جنيه. ب 30 جنيه. الميني ده. عندنا الميني المحير برضه. محير. البلابل. تمام. ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. ب 100 جنيه بس. الميني ده النهارده على 100 جنيه. 150 النهارده عملنا 50 خصم ب 100 جنيه. ب 100 جنيه كل ده. ب 100 جنيه جميع الالوان. تمام. البنطلون، البنطلون كنا بنعرضه ب 130. اللي هو التقطيع ده يا جماعه، بص اللي هو ده. النهارده كام؟ ب 100 جنيه. ب 100 جنيه سيريهات. ده ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. سيريهات يا جماعه بص. خمس مقاسات ب 100 جنيه. كل ده النهارده معانا على 100 جنيه. ب 100 جنيه بس. تسلم ايدك. تمام. انا النهارده مش جاي معاكم، انا جاي معاكم في حرق. بص اللي جاي. عايزك بس توحد الله وتصلي على النبي ولايك وشير. الباقي على 150 جنيه. ده جنس يا جماعه على 150 جنيه. 150 جنيه بس مكسر بقى من السيريهات. مكسر مقاسات يا جماعه. مسهل الحال. بص. الاسعار بقى لسكوبه. لسكوبه. ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. الحته الهاي ويست ب 100 جنيه. القطعه الهاي ويست ب 100 جنيه، كل ده ب 100 جنيه بالوانه يا جماعه، بالوانه على 100. حلو قوي دي. تمام، تسلم ايدك على 100 جنيه. وده برده ب 100. بص الموديل ده برده يا جماعه، ركزوا معانا ووحدوا اللي يوصلوا على النبي. كل ده النهارده معانا ب 100 جنيه، اي قطعه من دول. حلو قوي، تسلم ايدك. كله على 100. الباضي ابو سلاسل جنوان. اه تمام، جنوان ب 110. ده ب 110. انا كسبان 10 جنيه. تمام، ب 110 بس. كل ده النهارده على 110 بكل درجات الوان، والنهارده ب 110 فاتوره الوان. تسلم ايدك. تمام، ب 100 جنيه البليسيه. انا النهارده على 100 جنيه جاي كسبان محبه الناس، مش جاي كسبان فلوس. كل ده ب 100 جنيه النهارده. المطبعه والعاديه ب 100. التوينزات، التوينز صفقه التوينزات ب 150 جنيه. كل ده ب 150 جنيه. خلوا الشاهد شويه حماده على 150 جنيه. تسلم ايدك على 150. كام برضه؟ 150 جنيه اهو. اي توينز من دول ب 150 جنيه النهارده يا جماعه. حلو قوي، تسلم ايدك. تمام، العروض النهارده بوم عند الاخلاص يا جماعه. معانا ايه تاني؟ بلوزه. البلوزه، بلوزه شميس كم تلتين. تمام، ب 90 جنيه. ب 90 جنيه. ب 90 جنيه دي النهارده على 90 جنيه. 90 جنيه ودي ضمن ال 100 يا جماعه اللي انتوا شايفينه. معانا برده درسات. برده درسات بكام؟ تمام، ب 120 جنيه. بصوا كده، الدرس ب 120 جنيه. 120 جنيه. حلو قوي، على 120 جنيه بكل الوانه. ب 120 جنيه. على 120. اربع الوان ب 150 تلبيس خاص. ده ب 150 مقاسات خاصه؟ 150 جنيه. ده كلوش ولا ايه يا حماده؟ وادي المقاس اهو. بصوا هنوريه لكم برده. على 150 جنيه. لو بتتابعوني فيسبوك او تيك توك الفيديو ينزل لكم حالا على قناه يوميات مكه على اليوتيوب. يجيب معانا 3 اكس افرد لي من فوق بس ياخدوا سكرين. قلت لي ده بكام؟ بكام يا حماده؟ ب 150 جنيه. ده النهارده معانا على 150 جنيه. تسلم ايدك. تمام، الكميات كلها موجوده، كل ده على 150 جنيه. 150 جنيه. تسلم ايدك. تمام، شغل المدارس بدا يهل بقى معانا. شغل المدارس بدا يهل موديل موديل اهو. تمام، الاسبوع الجاي انا نزلت نمرتين كده درس وبلوزه للناس بس اللي تمام. حلو قوي،
ده كحلي ورصاصي ب 150 جنيه الدرس. 150 جنيه درس المدارس. 150 قال انا كنت احسبه 250 جنيه، لا عند حماده ب 150 جنيه. ب 150 جنيه وبس يا جماعه، الاسعار دي قطاعي لكل متابعين قناه شاوميات. معانا ايه تاني يا حماده؟ البلوزه المدارس دي بلوزه مدارس ب 150 جنيه. ب 150 جنيه. جنيه بلوزه مدارس على 150 ببلاش. تمام، تسلم ايدك. هنكمل مع بعض كده على الكوابيل زي ما احنا مكملين بقى درساتنا العاليه ان شاء الله. عايز اقول لكم كل ده تشكيل الترندات الموجوده عند الاخلاص يا جماعه، وبنبيع قطاعي سعر جمله لكل متابعين قناه يوميات مكه. بإذن الله. هنبدا بإذن بايه؟ والعالي احنا هدينا ابو تمام. 670 بقى ب 400 جنيه. ب 400 جنيه. ابو 670 عندك ده خامه قريشه يا جماعه ب 400 جنيه. كل الالوان. كل ده على كل الالوان. ان شاء الله. تمام. عندنا على 400 جنيه يا جماعه. على النبي كل الوانه كلها والستاند مليان ما شاء الله. تسلم ايدك على 400. 420 جنيه الكتان. ده كتان اهو ب 420 جنيه. حلو قوي على 420. الالوان بتاعته. الوانه كلها متاحه على 420. تمام. الله حلوه الحته دي. 300 جنيه تلبيس خاص. دي مقاسات خاصه ب 300 جنيه. بس حلو قوي. اكس لارج واثنين اكس لارج. يعني تلبس 85 برضه. اهو المقاس. هتجيب 85 يا جماعه مش خاص، 85. اللي هو بيلبس 2 اكس تقريبا. اربع الوان برضه ان شاء الله. اربع الوان. 480 حته دبل كلوش. دبل كلوش. تمام على كام؟ ب 480. 480 ديك الثانية يا حمادة مش شيفون. أنا مسكتها ديك الثانية. زي ما تمام. القصيرات ب 150 جنيه. ب 150. ب 150. ركزوا معانا في العروض. ب 240 جنيه الشراشيب. بصوا لي يعني أول واحدة دي ب 150 والشراشيب دي ب 200 جنيه بلوزة ليدي. الليدي دي ب 260 والكتان اللي قبلها كام يا حمادة؟ اللي جنبها ب 240 جنيه. ب 240 تمام. 240 جنيه. بصوا كده معانا. ده كتان بجاكيت. دي كتان بجاكيت بشراشيب بالوانها الابيض بتاعها حلو قوي قوي. كل الالوان حلو قوي، الوانها تحفه. دي كام النهارده دي؟ كل الالوان بكام؟ اه ب 400 جنيه. دي النهارده ب 400 جنيه. ب 400 جنيه. كتان بجاكيت ب 400 جنيه. ب 700. النهارده ب 400 جنيه يا جماعه. في مرضيه الناس. تمام، تسلم ايدك. والحته اللي بعدها تحفه. 550 جنيه. دي النهارده ب 550 جنيه. بس شكلها حكايه حماده. والله العظيم بجد. حته الله على 550 جنيه بكل الوانها. عند حماده بكام؟ تمام ب 550 جنيه. تسلم ايدك. تمام على 550. البلوزه دي ابيض واسود مقاس ليدي تمام ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. بلوزه ب 100. وينز جوجل ابو 400 النهارده ب 150. ب 150. ركزوا في الاسعار والعروض. كنا بنعرضه ب 550 النهارده ب 450 جنيه. ب 450 لجميع النقاشات بتاعته. الوانه كلها على 450 يا جماعه. حلو قوي ده على 450. وشغل تكرار اول ما اتكسر سعره. تسلم ايدك. عندنا العالي اتكسر. تسلم ايديك. ب 330 جنيه. ده 330. 300 حلو قوي على 330. هجي لكم انا اليمة دي عشان يبان معانا. بصوا على 330. ب 330 جنيه. بصوا ده كله ب 330 جنيه. النهارده ب 330 جنيه. تسلم ايدك. تمام. معانا ايه تاني؟ البلوزه العيون. البلوزه العيون. البلوزه العيون بتاع ست الوان بكام؟ ب 100 جنيه. ب 100 جنيه. البلوزه دي النهارده ب 100 جنيه. كميات يا جماعه. 240 النهارده ب 100 جنيه. النهارده ب 100 جنيه. ب 100 جنيه وزي ما احنا مكملين. نكمل مع بعض كده. في ايه تاني معانا؟ باذن الله مع بعض. الشغل كله فيه حاجات اتكسرت كتير يا جماعه، وشغل المدارس بدا ينزل. واسعارنا النهارده كانت بدا من 25 باذن الله. تمام. ب 330 جنيه السلك ولا ب 500؟ ده السلك ب 330. كل ده ب 330 قطعتين يا جماعه. على 330 جنيه. حته القمر دي شغل الترندات يا جماعه. ب 420 بدل 500. براندات يا جماعه بجاكيت كده كتان. ب 420 جنيه. افرد لي طيب كلوش واحد يا حماده. بصوا الحلويات على 420 جنيه، شغل جامعات ومصايف بقى حلو قوي. تمام، في ايه تاني معانا؟ بصوا الحلويات اللي جايه. ده النهارده ب 480. 480 بالوانه يا جماعه على 480 جنيه، الوانه كلها حلوه قوي. على 480. قول المصنع ده مصنع الوزير اللي احنا عرضناه ب 550 جوجل عشان الناس ما تجيش. اه هم مصانع. تقول لي انت عرضتها ب 480 وب 550. ده مصنع وده مصنع. ده مصنع وده مصنع. تمام تمام تمام. زي ما احنا مكملين ان شاء الله. والحته دي حلوه برضه. دي النهارده ب 400 جنيه. الله حلو قوي. كل ده بالوانه على 400، الوانها كلها متاحه. تسلم ايدك. تمام. الاستك الالوان. اللي هي الاستك المضغوط يا جماعه بالوانها. اه بس دي اللي هي افرد لي كلوش يا حماده. كام النهارده دي؟ ب 320 جنيه بدل 370. 320 بدل 370. 320 بدل 370. دي ب 320 يا جماعه. بصوا بالوانها ايه؟ كل الالوان. على 320 جنيه. كل الالوان بتاعتها موجوده. تسلم ايدك. تمام. في ايه تاني معانا؟ ام 500 البليسيه من تحت. ام جاكت بليسيه. اهو.
كام النهارده دي؟ الالوان جنيه ب 50 ب 500 جنيه. 50 ده احنا كنا لميناهم كلهم ب 500 جنيه. بصوا 500 جنيه والله فاتوره الوان كل ده ب 500. انا عايزاك بس تخلي لي وش عدل ليا نلحق نعرض ده النهارده ب 500 جنيه يا جماعه بالوانه كلها على 500. تسلم ايدك. تمام. ده عامل زي الادناء او الجلباب او كده. اه فعلا اول ما نزلته الناس كلها بتقول ده ادناء. اه حلو قوي. ده كام؟ 470 جنيه. ودلوقتي حته سي بي اتش ب 470 جنيه. ده النهارده ب 470. 470. بصوا ينفع منتقبات ومحجبات على 470 حته الشاكر زي ما يكون تحتها شميل. بص اللي جاي برده استك مضغوط. كام؟ ب 400. دي ب 400 جنيه. ب 400 جنيه. بالوانها يا جماعه على 400 جنيه. كل دي بالالوان ب 400 جنيه. تمام ب 400. والحته السي بي اتش بقى الطياره. السي بي اتش. تكرار يوميا. حلو قوي الحته دي على فكره. تكرار يوميا. كام النهارده؟ بكام؟ ب 430 جنيه. 430 جنيه. كل الوانها على 430 جنيه. كل الالوان ب 430 جنيه. دي قطعه كده جاردن بالبيزك. 470. 470. 470. حلو قوي الزهر بتاعتها دي. كل ده النهارده على 470. حلوه جدا دي على 470. والكيوي بتاعها حلو قوي على 470 جنيه. 470. تسلم ايدك. كل ده يلبس معانا ايه يا جماعه؟ 80 85 كيلو. لو في حاجه ناقص خاص بقول لكم. اديك التاني ب 400 جنيه. بالوانها يا جماعه على 400 جنيه. بكل الالوان بتاعتها. بصوا الوانها كلها 400 على 400. دي قطعتين في بعض. 390. 390. كل ده ب 390 جنيه بالوانه. 390 ان شاء الله وخصم خصم الكميات. اه الاسعار دي قطاعي. باذن الله خصم خصم. باذن الله. تسلم ايدك. ايه الحلويات دي يا حماده؟ حلويات ان شاء الله. شياكه. حته كتان قمر. ب 480 حلو قوي. على 480. 480. 480 جنيه يا جماعه. 550. اه النهارده ب 480. حلو قوي. ودي كتان برضه ب 400. دي ب 400 جنيه. ما اجي لك انا كده يا حماده على 400 جنيه بكل الوان. تمام. حلوه الحته دي برضه اللي فاتت دي كتان. بص اللي جاي ده برضه ده جاردن بالبيزك بتاعه بس شكله حلو. نظام جيبه وشميز وجاردن بس هو بيزك بجاردن. ابو 500 ب 430 جنيه. 430 جنيه. 430. كل ده ب 430 جنيه النهارده. ب 430 جنيه. سمك لص ب 430. تسلم ايدك على 430. ابو 450 ب 330. ده ب 330. ده كلوش ادوار يا حماده. على 330. ده سي بي اتش. سي بي اتش ب 330. افرد لنا اخر حته اديلها كده يا حماده. بصوا حلو قوي على 330 جنيه. تسلم ايدك. تمام على 330. ب 230 جنيه. ب 230. ب 230 جنيه جمله فقط ان شاء الله. ب 230 وقطعي يا حماده باذن الله. ب 230. ب 230 جنيه. كل ده ب 230. ب 230 جنيه. تمام. الله افرد لي دي. بصوا كده يا جماعه الحته على 230. تسلم ايدك. تمام. بص اللي جاي دي ب 400. اللونين دول بس يا جماعه على 400 جنيه. تمام. سي بي اتش على 400. وفي منها الليل الاسود اهو ان شاء الله. وفي الاسود كمان. حلو قوي دي. تمام ب 400 جنيه. تسلم ايدك. تعالى لنا شيفون التطريز. شيفون تطريز. تمام. تلبسها من تحت ان شاء الله. بكام؟ ب 270 جنيه. ب 270 جنيه. شيفون مطرز يا جماعه على 270 جنيه. فاتورة الوان في منها بتاع 13 لون. كل ده على 270 جنيه. كل ده النهارده على 270 جنيه. حلو قوي. تمام. نجيب القصيرات بس اللي فوق. اه القصيرات دي الكتان 170 جنيه. الكتان دي على 170 جنيه. الشيفون. الشيفون ب 210. ب 210. الشيفون ب 210. تمام. ب 270 جنيه. ب 270. حلو قوي. تمام. ب 250 الكارو. ب 250. دي كارو برضه يا جماعه. 170 جنيه. 170. تمام. 170 جنيه. كتان ب 200 جنيه المورد. ب 200 جنيه كتان مطرز. الحته الستانج قمر. الحته الستانج والله العظيم حلو قوي. تحفه. الله اكبر يا عم. هيجيبها لكم كمان. انا عايزه بس اوريها لكم. تحفه وتنفع سواري وخروج بالليل وكل حاجه. ب 225 بس. ب 225. ب 200. سيمبل قوي ما فيهاش غير القطعه اللي تحت الديكور دي وخلاص. بكل الالوان بتاعتها. على 200 كام بتقول؟ وتلبس معانا برضو يا حماده لانها اوفر سايز وفيها حلقه كده تضيق وتوسع بس مش اكتر. ب 225 كل ده. بصوا كل ده ب 225 جنيه. 225. على 225 جنيه ستان بكل درجات الوانها. حلو قوي من لون الكيوي منها تحفه. تسلم ايدك. تمام. ده معانا دي ب 200 جنيه. بلوزه مطرزه على 200. تمام. 170 جنيه. 170. 170 جنيه. ده ستان دي صح؟ اه ستان. على 170 برضه ستان. اه كانت ب 230 ب 170. تمام. والموديل ده؟
ب 130 جنيه. ب 130 جنيه البلوز. ب 130 جنيه. على 130 كتان. شميس. الشميس. ب 200. ب 200 جنيه. حلو قوي. ودي. ب 270 جنيه الستان. ب 270 ستان. و70 جنيه. تمام، تسلم ايدك، وحدوا الله بس وصلوا على النبي، وبالله عليكم لايك، بننزل في عز الولاية عشان نعمل لكم الفيديو وبتستخسروا فينا لايك. الشيفون المطرز. ده شيفون مطرز على 180 جنيه. خلي وشها ليه يا احمد؟ انت بتخلي وشها كده. ب 180 جنيه. ياخدوا سكرين ازاي ب 180 ويشوفوا كويس. ب 180 جنيه. تسلم ايدك على 180. تمام، في ايه تاني معانا؟ البلوزه، البلوزه دي معانا ب 90 جنيه. ب 90 جنيه. دي سكوبا؟ لا، بانجلين لايت. تمام، حلو قوي، على 90 جنيه. تسلم ايدك. تمام، ب 90 جنيه. بص الحته اللي جايه دي 150 جنيه. ده ب 150 جنيه. 150. حلو قوي، ده على 150 على فكره. تسلم ايدك بالوانه على 150 جنيه. 150 جنيه بس. تمام، بص اللي جاي ان شاء الله. كسر الاسعار رجع لما حمد رجع بكام؟ ب 150 جنيه. كل ده ب 150 جنيه. ب 150 جنيه. بص اللي جاي ده مني النهارده. 150. كل ده ب 150 جنيه عند الاخلاص. تمام، عندنا الطقم بقى. اه ده طقم بجيبه، جيبه بالبلوزه ب 400. ده ب 400 جنيه. دي جيبه بتاعته على 400. تكرار. حلو قوي ده برضه على 400 جنيه. 400 جنيه. وعايز اقول لكم يلبس السكوبا بجوب الكارجو. تمام، الكارجو ب 100 جنيه. ب 100 جنيه ده سكوبا كارجو ب 100 جنيه ان شاء الله. المقاسات كلها تلبس 80 85. في حاجه اكبر من كده بقول لكم برده واحنا شغالين يا جماعه. في معانا الجيبه دي برده، الادوار ابيض اسود وكافيه. تمام، ابيض اسود وكافيه ب 110. ب 110 ابيض اسود كافيه على 110. الجيبه الادوار الساده. تمام، الميني عندنا عرض من الدرسات. كام العرض الميني؟ 300 جنيه. اي ميني منهم الثلاثه دول؟ لا، العرض ده كله كده. ثواني خليك زي ما انت معايا. الجيبه الترند. تمام، طب العرض ده ما قلناش. هنقول طيب الترند ده ب 70 جنيه. دي ب 70 جنيه. ب 70 جنيه الجيبه الترند. ركزوا معانا، هتاخدوا الجيبه دي ب 70 جنيه النهارده. ادي 1 2 3 4 بكام؟ بكام؟ ب 170 جنيه. يعني اي ميني من دول ب 170 من عدل الكحلي ده. ب 170. كل ده ب 170 جنيه. تمام. وادي 3 5. بصوا لحد فين؟ اهو. كل ده ب 170؟ ده ب 170. كل ده على 170 جنيه. تمام. ابو 30. ده اللي هو ب 30 جنيه يا جماعه. 170. تمام. عندنا عرض شيفون 170 والليدي. الليدي ده مقاسات ليدي بقى. 2 3 دي ب 280 جنيه. دي اللي ب 280. اه تمام، ده كده 170 جنيه بقى. ده ب 170 والكت ده كله ب 170. الليدي بتاع اسمها كله 170 جنيه. كله 170 من عدا البلوزه البني. صح كده؟ باذن الله. تمام، في ايه تاني معانا يا حمد؟ السي بي اتش بيبقى غالي شويه في الخامه بتاعته. زي ما احنا مكملين، رجعنا لكم بالكلوش بقى. الكلوش. كنا زي اليومين دول عندنا عرض كلوش، وباذن الله المصنع بيصنع. يعني تمام، الدين هتبقى عرض كلوش باذن الله. بص بص الكلوش قد ايه؟ بص قد ايه يا جماعه؟ دبل. تمام، دبل كلوش بجميع الالوان. كام النهارده؟ لكم بالكلوش عشان الناس اللي بتسال بقى على السكوبا الكلوش. حلو قوي. سعره ب 180 جنيه. ب 180 جنيه. نفس سعر السنه اللي فاتت. زي المره اللي فاتت. يغلى المواصلات تغلى، احنا زي ما احنا. تمام، على 180. على 180 جنيه. بص ده كلوش برده ولا عادي؟ ده ان شاء الله. لا عادي. هي عادي. عندي واحده فيه. تمام، كام النهارده؟ ب 250 جنيه. ب 250 جنيه الدرس يا جماعه، على 250 جنيه. تسلم ايدك. في ايه تاني معانا؟ معانا برده عرض الجيب. الجيبه العاديه. جيب الاسي. تمام، العادي اللي هو الضيق. تمام، برده معانا اي مقاس. كام النهارده؟ كام؟ ب 80 جنيه. ب 80 جنيه. ب 80 جنيه الجيبه. ب 80 ان شاء الله. تمام، البنطلون ده النهارده ب 100 جنيه. حلو قوي. ابيض واسود وبيج. ابيض اسود بيج على 100 جنيه. حلو قوي. تمام، 100 جنيه. والجيبه دي، والجيبه كام؟ ب 60 جنيه. الجيبه ب 60 جنيه. 60 جنيه جيبه كحلي. جيبه كحلي على 60 جنيه مدارس. 60 جنيه كحلي. تمام، الجاكيت الجينز كام؟ الجاكيت الجينز ده كام يا استاذ؟ قول لي كام؟ ب 110. ب 110. الجاكيت النهارده ب 110 الجينز يا جماعه. كل ده ب 110 وفي منه كميات يا جماعه، ركزوا معانا. وبالله عليكم لايك وشير ما تنسوش. الزراير ب 120 جنيه. ده ب 120 جنيه. الزراير 120. تمام، ابيض واسود وبيج. ابيض واسود وبيج ان شاء الله. تمام، الجيبه دي حلوه قوي. الجيبه دي ابيض واسود وبيج برده. ابيض اسود بيج. انا عايز اقرب لكم بس تشوفوه. دي النهارده ب 110. حلو قوي الحته دي. تمام، شكلها حلو جدا. على 110 العادي. الجيبه الكلوش العادي ب 90 جنيه. الجيبه البليسي دي ب 90 جنيه النهارده. حلوه جدا دي. ابيض واسود وبيج وسكري كل الالوان. الوانها كلها متاحه. الدبل كلوش الساده. دبل كلوش ساده ب 120 جنيه. ب 120 جنيه. ب 120 جنيه. حلو قوي على 120 جنيه. ام جبيره اللي هي فيها جبيره. تمام، ب 140 النهارده. ب 110. ب 110 النهارده. ب 110 ابيض اسود بيج برده. على 110 اسود بيج.
تمام. احنا جايين في مرضيه الناس ب 90 جنيه زي ما احنا قلنا. ب 90 بالسيل عادي تمام. حلو قوي تمام. الدبل كلوش. الدبل كلوش. الدبل كلوش ب 125 البلسيل. بصوا كده على 125 جنيه. الدبل كلوش ب 125 بس عند حماده ب 125 جنيه دبل كلوش يا جماعه. دبل زي الدبل اهو. تسلم ايدك تمام على 125 وشايفه الكتان عندك حلو قوي ب 170 ده الوانها كتير افرد لي كلوش بس تبان على 170 جنيه زي ما انتم شايفين بصوا اهي على 170 تسلم ايدك تمام حلو قوي الجيبه الكلوش بتاعتنا ركزوا معانا في العرض يا جماعه معانا برضو البلوزه دي معانا البلوزات دي بكمان ب 100 جنيه ب 100 جنيه البلوزه ب 100 جنيه تنفع سواري وخروج كده على 100 جنيه بالوانها كلها على 100 حلو قوي والهاي ويست ب 100 جنيه والهاي ويست دي برضو النهارده على 100 جنيه كل ده ب 100 ركزوا معانا البلوزه ب 100 عندنا توينزات ام 330 التوينز. ب 150 جنيه التوينز ب 150 جنيه 150 جنيه بس بكل الوانه على 150 جنيه تسلم ايدك بس. تمام زي ما احنا شغالين حته المنديل نكمل مع بعض حته منديل دي دي ب 180 جنيه المنديل. تمام على 180 نيجي للسواريه بصوا السواريه السواريه دول ب 700 خلي وش ليه يا حماده بكام النهارده؟ ب 300 جنيه ب 300 جنيه السواريه على 300 الوانه كلها موجوده ب 300 ده جاردن بس الجاردن ب 160 جنيه ب 160 جنيه الجاردن اللي هو الجاردي الوان على 160 جنيه تمام الحته الترند ام رباط اه ليه رباط دي رب مضلع ب 220 جنيه ب 220 جنيه مضلع ب 220 على 220 تمام الحته السكوبا السكوبا دي حلوه دي 180 جنيه دي ب 180 جنيه بصوا بالوانها يا جماعه على 180 سكوبا باذن الله باذن الله كل يوم في جديد والنهارده داخل لي شغل بالصلاه على النبي كتير قوي تمام ان شاء الله اللي هيجي هيلقى قد اللي احنا عرضناه مرتين ثلاثه معانا برضو الدرس ده ب 120 جنيه ده ب 120 جنيه الدرس على 120 جنيه بالوانه يا جماعه الوانه كلها موجوده على 120 جنيه حلوه الحته دي ب 200 جنيه دي ب 200 جنيه الدرس على 200 230 هي 200 جنيه تمام ب 200 جنيه تسلم ايدك 200 شويه 230 حلو قوي في ايه تاني معانا الشيفون الجاكار شيفون جاكار تمام شيفون الجاكار دبل حلو قوي ده الوانه بتاع 12 لون كام النهارده يا حماده ده كام ب 200 جنيه ب 200 برضه ب 200 جنيه تمام على 200 سكوب ادوار ب 210 دي سكوب ادوار ب 210 تمام حتى السكوب دي 230 جنيه دي النهارده معانا على 230 جنيه ب 230 جنيه تمام ب 230 هاف شولدر ب 180 جنيه ب 180 هاف شولدر يا جماعه على 180 الالوان بتاعتك تمام في جنب ده اللي كان نازل منه برضو التونزات التلبسه الريب اللي من تحت تمام ب 500 ده ب 500 ب 100 جنيه الشميزه ابو سلاسه الشميز ب 100 150 التونزات التونزات دي كلها على 150 جنيه زي ما انتم شايفين الجاكيت الساده 260 جنيه ب 260 ابو صوره 280 جنيه 280 الطويل ب 300 300 ب 280 تمام 280 280 كل الجواكت المدرزه كله ب 280 جنيه هنبيع الجيبه دي بكام النهارده؟ والله الجيبه دي احنا كنا هنبيعها ب 110 فالنهارده انتوا عايزينها بكام؟ اقول انا ولا انا؟ لا بلاش ب 70 والله كنت هقول ب 70 والله كنت هقول ب 70 ب 70 جنيه احنا مش هنكسر لك كلمه حلو قوي على 70 جنيه تسلم ايدك ب 140 جنيه دي ب 140 دي ستان على 140 جنيه ستان وسي بي اتش على 140 جنيه تنفع معاكم سواريهات يا جماعه على 140 جنيه كل ده النهارده ب 140 جنيه تسلم ايدك تمام والسواي برده ب 140 جنيه بس درجتين الكشمير بس السواي على كام؟ ب 140 جنيه 140 جنيه بس يا كشمير بس يا جماعه فاتح وغامق على 140 جنيه تمام زي ما احنا قلنا الجيبه دي ب 110 ام جبيره ام جبيره على 110 ب 110 ابيض واسود وكافيه تمام الفل الجيبه الفل ابيض واسود وكافيه وجملي كام النهارده؟ ب 90 جنيه ب 90 جنيه 90 جنيه تمام على 90 والجيبه الترند دي السفير قلنا بكام؟ اللي هي دي ب 70 جنيه برضه يا جماعه اللي هي التجار دي 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 ب 100 الجيبه دي ب 100 جنيه تمام اربع الوان برضه اربع الوان على 100 الجبل العاديه العاديه 90 جنيه دي برضه ب 90 جنيه النهارده حلو قوي على 90 90 جنيه ام جلده الجبل اللي هي بجلده من فوق أهي. اللي هي دي بكام؟ بكام؟ 110 110 ب 110 بس تسلم ايدك تمام على 110 هنيجي للشغل بقى العالي بتاع البراندات والبلوجر والمشاهير كام النهارده؟ تحفه في اللبس انا معايا لبس شياكه شياكه اه حلو قوي ب 300 جنيه ب 300 جنيه لبس قد ايه يا حماد عشان انت مضايقه من ورا ده ب 300 جنيه هفرجك عليه دلوقتي هنشوفه من غير برضه مانيكان هعرف لكم يلبس قد ايه لا والوانه حلوه قوي على فكره ادي البنطلون 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 يلبس معاكم 90 للامانه 300 بس المهم بقى التيشيرت برضه يلبس معانا 85 90 ب 300 جنيه هو يلبس 2 3 اكس زي ما انتم شايفين على 300 جنيه وادي الاسود
أربعة تمام، والأصفر والأبيض واللي احنا كان على واو الكيوي ألوانه حلو قوي قوي، سبع ألوان موجودين منه، سبع ألوان بالصلاة عندنا. تمام تسلم إيدك. في إيه تاني معانا؟ 230 جنيه ده ب 230 جنيه زي ما أنتم شايفين على 230 ب 200 حلو قوي قوي ألوانه برضو موجود. مدارس كحلي ورمادي اه ده اللي احنا قلنا بكام؟ ب 150 150 ده عرضناه في أول فيديو على 150 جنيه يا جماعة. ب 150 تمام. في إيه تاني معانا؟ ب 180 جنيه حتى البلايستيشن كلوش ده ب 180 ب 100 بلايستيشن كلوش على 180 جنيه. ركزوا معانا العروض دي كلها عند الإخلاص. حتى العلم الإخلاص بيضحي النهارده إن شاء الله. بكام النهارده؟ ب 180 جنيه. 180 ب 180 تمام حلو قوي. الحته البلسيه اهي النصين تمام ب 180 جنيه برضو. 180 180 جنيه تمام. الترندات عندنا، ايه الجمال ده؟ عندنا وببلاش. بصوا بصوا ده الشفايف الجديد يا جماعه وقلوش، وهنبيعه بكام النهارده؟ ب 230 جنيه. ب 230 افرد لي كده القلوش بتاعه. 30 جنيه حلو قوي. يلبس قد ايه يا حماده؟ المقاس اهو 80 85 230 جنيه. ده سكوب يا جماعه على 230 جنيه. 230 جنيه وكميات زي ما انتوا عايزين. كميات كلها موجوده. لاف شولدر شفايف برضه. تمام في لاف شولدر. كل ده ب 230. جنيه. غامق وفاتح زي ما انتوا شايفين. عندنا ب 220 تايجر وسيطر. خامه كده عامله زي السي بي اتش. على كام؟ بكام؟ ب 220 جنيه. ده برضه على 220 جنيه. وفي منه الشفايف. وفي الشفايف. في الشنط اهو جوه. تمام تسلم ايدك. في ايه تاني معانا؟ زي ما احنا مكملين. نكمل مع بعض كده المغاره. 140 جنيه النهارده. ب 220 ب 220 الجاردن على 220 جنيه. بص اللي جاي البليسيه. البليسيه ام 360 النهارده كام؟ ب 200 جنيه. دي ب 200 برضه. ب 200 جنيه والحته الساده بتاعتها ب 200 جنيه. كل ده على 200 جنيه. 200 جنيه تمام. كل ده ب 200. اللي يجي بقى يسال على اوضه العروض دي، الاوضه دي اجي لك ولا هتجيب الحاجه؟ الله ده حلو. في سيليكون ده على 250 جنيه. حلوه الحته دي. بصوا بصوا ب 150 جنيه. ده ب 150. الهاي ويست ب 160. الهاي ويست يا رب يبقى باين ده كله معانا ان شاء الله. تمام يبقى كده ان شاء الله يجي هم. بصوا حلو قوي. الاسعار دي كام برضه؟ الحته الاسكوبه المسلسله دياتي اه اللي هي دي ب 120 جنيه. ب 120 جنيه. 150 التوينز. بصوا ده توينز على 150 جنيه. يا رب يكون واضح معاك. الهاي ويستات كلها ب 100 جنيه اهي. اي هاي ويست هنا ب 100 جنيه. ركزوا. الشميز البنجلين لايت ب 100 جنيه. ب 100 جنيه اللي هو البنجلين ده على 100. ب 150 اهو. بصوا كده كل ده النهارده ب 150. طب نور لنا يا حماده. كل الدريسات دي على 150. اي درس من دول ب 150 مغاره يا جماعه. كل ده ب 150 جنيه. كل ده ب 150. قط العروض تمام. لحد هنا ب 100 وكام؟ ب 180 السبعة الكلوش. ده ب 180؟ ب 180 جنيه اهو. وده برضه ب 180. والمنديل ب 200 جنيه اهو. والمنديل ب 200. زي ما احنا ركزوا معانا. ب 200 جنيه الستان. ده ستان على 200. 200 جنيه. تمام. البلابل. البلابل ب 170 جنيه. 170 جنيه البلابل. 170 جنيه. تمام. العربية الترند السي بي اتش. الملحفة. اسماء مقاس ليدي. ليدي. كام؟ ب 160 جنيه. 160 جنيه بلاش والله العظيم. العروض هنا حلوة قوي. حتة جاردن كده ب 280 جنيه. دي ب 280. ب 280 جنيه. تعالى لي بالجاردن الجاردن. تعالى لنا بره كده يا حماده. كام النهارده الجاردن؟ ب 160 جنيه. الجاردن ده على 160 جنيه. 160 جنيه. على 160 تسلم ايدك. تمام. ب 430 جنيه. على 430 زي ما عندنا العالي عندنا الهادي. الجاكيت سي بي اتش. تمام. هو في ورا غامق منها؟ لا اللي ورا ده موديل تاني. موديل تاني. اللي ورا اهو. بصوا كده الله. 430 جنيه. ده ب 430 جنيه. ده جاردن بالبيزك كده على 430 جنيه بالوان. وعندنا الغالي وكله موجود ان شاء الله عند حماده. تعبتك معايا وشكرا جدا على الفيديو ده. احنا موجودين في القاهره العتبه شارع الجيش خلف مول سيبس مكتب الاخلاص. ولو بتتابعوني فيسبوك او تيك توك الفيديو ينزل لكم حالا على قناه يوميات مكه على اليوتيوب بكل العروض. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي للعنوان. احنا دلوقتي قدام مول سيبس في شارع الجيش، والشارع اللي جنبه ده على طول الشارع اللي على اول شركه الجميل، وموجود فيه كمان عصير ابو علي. هنوصل له ازاي؟ هنركب مترو من اي مكان وننزل محطه مترو العتبه ونسال على اول شارع الجيش. اول شارع الجيش اللي انا بعمل لكم عليه زوم كده عند كوبري الازهر. ده كوبري الازهر. ولو جايين بميكروباص او باص برضو قولوا عايزين ننزل على اول شارع الجيش، هنزلكم تحت كوبري الازهر. هتفضلوا ماشيين ومكملين لحد مول سيبس. زي ما انتم شايفين ده مول سيبس. احنا هنخش الشارع اللي جنبه على طول. ولو جايين كمان من اتجاه محطه مترو باب الشعريه، يعني محطة مترو ليكو هتكون العتبة او محطة مترو باب الشعرية. الاتجاه التاني ده للي جاي من محطة مترو باب الشعرية هناك عند العمارة اللي في الاخر دي محطة مترو باب الشعرية. هتفضلوا مكملين وماشيين برضو لحد ما توصلوا عند مول سيبس. احنا المفروض هنخش من الشارع اللي جنب مول سيبس على طول. همشي معاكم وان شاء الله اوصلكم للمكان من غير ما تسألوا اي حد باذن الله.
اول ما هنيجي على اول شارع مول سيباس كده هيبقى مول سيباس على الشمال، ومعانا كمان شركة الجميل على اليمين. انا بديكم علامات مميزة. واول ما نخش الشارع هنلاقي كمان زمزم وآل هاشم زي ما انتم شايفين كده، وبعدين عصير ابو علي مشهور جدا جدا في شارع مول سيباس. هنفضل مكملين وماشيين على طول، مش هنحود لا يمين ولا شمال. واول ما هلاقي برضو يافطه كده تكون كويسه وظاهره معانا ان انتوا تعرفوا بيها المكان، هوريها لكم كمان واصورها لكم. هنفضل مكملين وهنمشي على طول، مش هنحود يمين ولا شمال. هيقابلنا على طول كده محل اسمه سالي، يافطته صفرة زي ما انتوا شايفين كده، ده بتاع تجهيزات محلات وكده. وفي الوش هنلاقي رؤية. احنا هنخش في الشارع اللي جنب رؤية على طول، هنفضل برضو مكملين على طول. ودي برضو شركة اسمها الريس، تجهيز برضو محلات. هنفضل مكملين وماشيين، ما حودناش لا يمين ولا شمال على طول من ساعه ما دخلنا من الشارع اللي جنب مول سيباس. هيقابلنا كمان اشرف المصري، هنكمل ونمشي بعده على طول. احنا كده ماشيين على طول. انا مش هخليكم ان شاء الله تسالوا اي حد. المكتب عنده كمان تصفيات صيفي للناس اللي كانت بتسال على تصفيات صيفي. اللي قابلنا في الوش كده دي شركه التضامن وشركه ميمي. احنا هنحود على طول شمال من جنبهم. بصوا التقاطع اول ما يقابلنا على طول هنحود شمال، هنحود شمال ونفضل مكملين كده. وبرده ما تيجي عندنا يافطه هوريها لكم. العنوان سهل، احنا كده خلاص قربنا يعني ان شاء الله نوصل. هنفضل مكملين على طول برده زي ما انتم شايفين كده. هيقابلنا كمان ده محل اسمه رمضان، هنكمل ونمشي. هنخش على طول من جنبه يمين، بصوا ده كمان السقة، ده محل اسمه السقة، هنمشي من جنبه على طول. وده كمان المصرية استيراد وتصنيع زي ما انتم شايفين كده. انا بديكم علامات ما تسألوش حد، اول ما هنوصل عند المصرية كده اعتبروا نفسكم خلاص وصلتوا يعني. بصوا ادي اليافطة كمان بتاعت مكتب الاخلاص، ده باب العمارة اللي هنطلع فيه للدور الاول علوي، مش محتاج اسانسير ولا اي حاجة. هندخل مع بعض كده من مدخل العمارة على طول وهنطلع مع بعض للدور الاول علوي. هتلاقوا كمان اليافطة بتاعتهم موجودة على السلم طول ما انتم طالعين. بصوا هنكمل، واول ما هنطلع على طول للدور الاول علوي هنطلع هنحود شمال على طول يا جماعه، وهنمشي لاخر الطرقه شمال كمان. المكتب بقى في الدور الاول علوي مش في التاني علوي. ده المكتب اللي عملنا منه الجوله النهارده وهتاخده بنفس اسعار الفيديو. ما تبخلوش عليا بلايك وشير، بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله.